السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد عبد الرؤوف، مؤسس للباحثين السودانيين. اليوم 23/7/2018، نحن سعيدين جدا إنه يكون معانا لقاء مع البروفيسور عصام محمد عبد الماجد، وهو للناس يعني اللي ما بيعرفوه، اتولد سنة 1952 في مدينة رفاعة، اتخرج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بمرتبة الشرف 1977، وأكمل رحلته العلمية في الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأوروبية. عمل بكثير من الجامعات والمعاهد السودانية وغير السودانية، وهو حاليا في إجازة في السودان، ونحن يعني لقينا الفرصة ونحن سعداء إننا نحن نلقاه ونعمل معه اللقاء. إن شاء الله اللقاء يكون فيما يتعلق باختيار التخصص الجامعي، وهو البروفيسور مؤلف لكتاب الدراسة الجامعية الطريق والمسيرة الآمنة. فمرحبا بك يا بروف، وشرفت السودان، وإن شاء الله نتمنى لك إجازة سعيدة. فأتفضل يا بروف. جزاك الله خير. أنا سعيد يعني أتحدث مع أبنائي وبناتي يعني الممتحنين أو امتحنوا للدخول لوسائل التعليم العالي من معاهد وجامعات وغيرها، وإن شاء الله يعني نشوفهم كده بناء للأمة، ويرفعوا الميت ويضعوا لبنات عاجزة عن أبهاتهم، وممكن يرجعوا لنا مد التاريخي كان موجود في كثير جدا من الحقب السابقة لما السوداني كان قائد لتنمية ولرخاء ولتكنولوجيا على مستوى العالم. ما أدري كيف الطالب بيختار التخصص بتاعه، هل عن رغبة، هل عن دفع أستاذه، هل هو شعر إنه مدرس في مواد معينة، هل أسرته بثت فيه هذا الأمر، هل بيعرف ناس ثانيين في هذا الباب، هل اشتغل بوظائف معينة في عمله العادي يعني في إجازاته ولا غيره. لكن كثير جدا من هذه الأشياء بتقود الطالب يختار شيء، وأنا بصور إنه الطالب الزمن هذا ما مثل الطالب القديم، يعني الطالب بقى أكثر وعي وأكثر انفتاح، ووسائل التواصل الاجتماعي هذه علمت الناس كثير جدا من المعارف والأسئلة، ويمكن متابع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي كثير جدا من الأسئلة بتأتي من قبل الطلاب في أشياء، في أسئلة كثيرة جدا، في كثير جدا من الوعي بالموضوع هذا، وفي أشياء بتجعل أن الطالب ما عارف عنها شيء. يعني كنت أتمنى لو كان في أسئلة معينة، وأكثر الأسئلة رواج من قبل الطلاب، وأنتوا كمجموعة بتاعت باحثين لاحظتش يعني أكثر أسئلة بيسألوها الطلاب وعايزين لها إجابات يعني بطريقة أو بأخرى. شكرا لك على البداية اللطيفة دي يا بروفيسور. أول سؤال نحن ممكن نبدأ به هو الاختيار، أول الرغبة زي ما بيقولوا، من وين بتيجي الرغبة عند الطالب؟ هل هي حاجة بيبدأ هو من صغير بيمشي عليها، ولا مجرد دول حكى له عن التخصص بتاعه والشغل وهو بعدين جاته الرغبة فيه؟ ونحن ممكن نبدأ بك كمثال، يعني أنت من وين جاتك الهندسة المدنية يعني؟ لا، أنا ما جيت الهندسة المدنية، أنا زج بي يعني في الهندسة. أمي كانت بتحلم وعايزة أنا أكون طبيب عليها رحمة الله، ويخلي كنت عايز أحب هذا الباب، وبشيل الكرسي بتاعي، كانوا مقسمونا في زمننا لرياضيات وأحياء وأدبي، وكنت بشيل الكرسي بتاعي ومش أقعد مع ناس الأحياء، بيجي ناس المدرسة عليه رحمة الله يعني، وبياخذ الكرسي بنفس الناظر ويقول لي ولد تعالي وديني قسم الرياضيات، لانه كان يفتكر انه انا يعني في ميزه ويحتمل اتصدر بطريقه او باخرى، واسم المدرسه يعلو عن طريقنا ولا غيره، ما ادري يعني. كان له احلام وكان له رؤى وكان يحبني جدا في هذا الموضوع. فالمهم شهرين اظن 3 شهور انا ما بين التنقل بين الاحياء والهندسه، واخيرا
استغرق الهندسه، لما دخلنا حق الثوره الرياضيات، ولما دخلنا الهندسه كنا من اوائل 15 طالب طلبوا مني في كليه العلوم نجلس على اساس انه يستمر في كليه العلوم وياخذونا نمشي للامام ونقرأ برا في بريطانيا ولا في اي دوله ثانيه لكن يقولون شعارين احنا شطار وغيره نمشي الهندسه. في الحقيقه الوداني الهندسه كان المبنى كان اجمل ربما. وبعدين الطابق السابع كان فوق كافتيريا، فانا كنت افتكر الكافتيريا دي بالمجاد، يعني كنت كل يوم امشي بغالي كنت اطلب في اظنك بس هذا مشاكل. المهم ما كان عنده شيء يعني، لكن مع شويه حبيت الراعين الموجود الاساتذه الموجودين وخليني احببوا لي الموضوع من الهندسه. واي دونت ريجريت انه انا مشيت هناك، يعني افتكر انه فعلا لو مشيت ممكن كنت افشل لانه اكثر انسان ما بعرف احفظ يعني، فخير لي الرياضيات الارقام وغيره اصلا. لكن هذا لكل طالب لوحده مختلف، كل بني ادم مختلف جدا. والحين عاد ما عاد الزمن زي زمننا، الحين في معايير وفي اختبارات. الطالب ممكن يجريها بنفسه، هل عنده ايفون ممكن بالايفون يجريها، هل عنده كمبيوتر بالكمبيوتر ممكن يعملها، هل ما عنده كمبيوتر ممكن يلقى لحد ثاني عادي يساعد عشان انه يعملها باوراق ولا غيره، هل ما عنده هذا الكلام ان شاء الله في الانديه العاديه. يعني ما عاد الطالب معزول، وما عاد المجتمع معزول، المجتمع بقى اصبح مجتمع تفاعلي جدا. والطالب بيوجد نفسه في شارع النيل، في التجمعات الموجوده، هم بيتجمعوا بعضهم البعض وبيعرفوا يحلوا اشياء دي بطريقه باخرى. لكن في رايي في قوالب وفي اختبارات لابد الطالب يعرفها، واحده منها نوع البيئه والنمط الشخصي بتاع الطالب، هو بحب ايه؟ هل البيئة بتاعته بيئة معرفية بطريقة معينة، بحب يشتغل عنده مهارات بدين معين، أشياء من هذا القبيل. الثاني نوع الذكاء بتاعه، ما عاد الفكرة بتاعت إنه في طالب ذكي وطالب بليد موجودة أبدا على الإطلاق، إنما 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 الذكاوات موجودة، هي 9 ذكاوات. في طالب عنده ذكاء عاطفي، في ذكاء رياضي، في ذكاء بدني، في ذكاء بتاع مهارات، في ذكاء تختلف. 9 ذكاوات موجودة، ومن السهولة بمكان الطالب يعرف نوع الذكاء اللي بيمتلكه هو. يبقى في اختبار للذكاء، هذا من السهولة بمكان يجري، والطالب بفلوس بدون فلوس. لو عايز فعلا نعمل تغيير ممتاز في شوية بتاع الفلوس بيدفع في منطقة معينة وبيعمله، ولو ما في الناس بتعينه. والبيئة بتاعته عشان يعرف البيئة بتاعته بمقياس هولند، من السهولة بمكان بيعرف يعطي بيئة والنمط بتاع شخصيته يمشي زي دي. الاثنين باختبارين في رأيي مهمات. الاختبار الثالث بيحتاج يعرف الهيمنة الدماغية في راسه شنو. هيرمان بيقول انه المقسم المخ لأربعة كورترز او أربعة أجزاء وأربعة أرباع، كل ربع عنده هيمنة معينة. عشان الطالب الإنسان يعرف ياتو مخ دائما كل واحد بيكون عنده هيمنة دماغية لربع معين. صعب تلقى واحد عنده أربعة شغالة مع بعض الأربعة، لكن تلقى ربع واحد أو اثنين. بعد ذلك تلقي الدراسة وجوده في البيئة معينة ودراسة معينة وتفاعل معين بخليه إنه يشغل الأربعة بتاعته. ده برضو تيست تاني بتاع اتش بي دي اي اللي هو بتاع هيرمان هذا، عشان يعرف الهيمنه الدماغيه اللي عنده. هذا اي مؤسسه بتجريه وهي فيها بتعمل، ومهم جدا الناس تعرف هذه الاشياء. هي 3 انواع من الاختبارات يخيلي ينبغي ان تجرى. الشيء الرابع ومهم جدا تفاعل الانسان مع المجتمع، يعني في اشياء الانسان بيعرفها عن نفسه.